تعرفي ايه عن الصمت الانتخابي؟ لا ما اعرفش، هو الناس ممكن ما تروحش انتخابات قصدك؟ يا جدعان حد يقول لها حاجه ولا عيب يعني، ده احنا اللي بندهن الهوا دوك يا اخوانا. لا والله ما اعرف صمت الانتخابي. صمت الانتخابي ان هو الانسان ما يخرجش ان هو يؤدي صوت. يا حلاوه. لا ما اعرفش حاجه عنه بصراحه. ده انا ما اعرفش حاجه عنه، ما سمعتش عنه، ما قعدتش عليه يعني قدام التلفزيون سمعت عنه حاجه. انا ما اعرفش يا ست هاني، انا لو اعرف اقول على طول. الصمت الانتخابي، الصمت الانتخابي يا فندم بصراحه ما اعرفش عنه حاجه. ان هي فتره بتسبق التصويت، المرشحين فيها بيوقفوا الدعايه الحمله بتاعتهم. الصمت الانتخابي، لا وما حدش متقال هيبقى فيه صمت، كله هينزل ان شاء الله وباذن الله. لا دي ما اعرفش بصراحه يعني. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. الصمت الانتخابي يعني ان انا ما انتخبش، امتنع الانتخاب. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الصمت الانتخابي ده اللي هي الفتره الاخيره اللي هي قبل بدايه الانتخابات على طول، اللي هي فيها دعايه او فيها اي اعلانات او فيها اي ترويج لاي مرشح.